الترويج latنت بيرسيستنت انفكشن. latent infection معناه انه الفيروس موجود داخل الخليه بس ما بتكاثر، بيستنى لغايه ما يصير نقص مناعه، خليه يشتغل طبيعي. يصير نقص مناعه هاي المرحله اللي هو مختفي داخل الخليه ما بيعملش شيء، بيستنى بس يصير نقص مناعه يسبب مرض بسميها latent. persistent زي HIV، HIV بيكون داخل التي سيلز وبتكاثر ببطء. تكاثر ببطء هذا بياخذ عن براحته، هاي بسميها persistent. المشكلة في الفاكسين انه هو عبارة عن فيروس حي وميت موجود داخل الخلية، احتمال احيانا بيختفي جوا الخلية يعني latent، ما بيعملش شيء، موجود داخل الخلية بس ما بيعملش شيء، بيتفرج. صار نقص مناعة عند هذا الشخص ممكن يتحول لباتوجين لما نوع من الشخص، هذا المقصود هون انه الموجود داخل الخلية خلية عادية وامورها تمام، مش فيها مش مشكلة، ما بعرف اذا يصاب ولا لا، انه I cannot recognize it، ما بقدر اتعرف انه يصاب ولا لا. اوكي، ولا التيسز ولا البيسز بتعرف انه هاي خلية مصابة ولا لا، شو بتعرف عنها؟ ليش لما كان الفيروس موجود جوا كان جزء منها وكان ما فيش شيء؟ هاي بسميها latent. تمام؟ طيب في اي سؤال عن المحاضره السابقه عن الادويه والفاكسينز؟ عرفتوا فكره الفاكسين ليش عم بستخدم؟ لانه كثير من الناس لغايه الان غير مقتنع بالفاكسين، بضل بعض الناس يقول لك هذه مؤامره ومش عارف ايش. انا كساينتست بقول هذا الكلام يعني لا ما مش عارف. بس دكتور مثلا فيروس كورونا انه على اي اساس خلال نص سنه كانوا مطلعين فاكسين؟ يعني اكيد في شيء غلط بالموضوع. كله غلط، مش لانه طلعوه بسرعه، وانا اقول لك يعني انا ذكرت هذا الحكي، قلت لك انه يعني طلعوه في السنه واقل، وهذا مش طبيعي لانه عدد اسنان فاكسين بده 3 4 10 سنين حتى يعتمد بالضبط. يمكن كوفيد 19 لانه حاله طارئه ركزوا عليه اكثر، حطوا المليارات وكسبوا مليارات من وراء، بس هذا اللي صار. اصلا ما بنقدرش نتحرك نطلع غير ناخذ المطعوم، اكيد كان وقتها اشبه. والان هي الملايين الاشخاص الان بياخذوا استرازينيكا رافعين شكاوي على عن الشركه نفسها، يعني عادوا ياخذوا تعويضات لانه بسبب امراض اخرى. بس المطعوم يعني وفي حقيقة مفيد، يعني بيحميك من بعض الفيروسات، فهذا إجباري بس مش يعني مؤامرة. الفاكسين هذا يعني كثير من الفيروسات حمانة منه. آه طبعًا أكيد بفيد. عشان هو الآن إجبار لأي بيبي مولد أنت مش عارف دكتور أو خب لازم المطاعم، ولما يصير عندك سن 24 لازم المطاعم أخرى. الفيروسات مثل البطاطس بي أو البطاطس سي أو غيرها. فكان إجباري ليش؟ لأنه بيحميك. الآن نتكلم عن الفيروسات، منهم الديني فيروسز ومنهم الأرني فيروس. ذكر لما قلت لكم إنه أنا عندي مثلا عائلة واحدة هربس فيريداي فيها خمس فيروسات جينز. طيب هذا الحكي كلهم نفس الستركشرز نفس المكونات نفس الشيء. بعدين كيف بدي أميزهم عن بعض وتكون فرق بينهم هو المرض طبيعة المرض اللي بيسبب. تمام؟ هذا الحوض الحمد. أول فيروس هتكلم عليه من جماعة الديني فيروس، فيروس اسمه باربو فيروس. باربو فيروس هذا بيسبب مرض اسمه خير البيبي بولد لونه أحمر، أحمر كاملة الجسم نتيجة اتصال فيروس باربو فيروس. هذا باربو فيروس عبارة عن سنجل ستراند دي إن إيه، عبارة عن ساتلايت فيروس. شو معنى ساتلايت فيروس؟ يحتاج الى دي ان اي فروم اذر فيروس. اوكي، هو سنجل ستراند، هذا ما بده يعمل ريبيتيشن في وجود ادينو فيروس، لازم يكون في ادينو فيروس عباره عن ديني فيروس حتى يعمل ريبيتيشن. هذا بيسبب مرض اسمه اريثمانفكشوزم، وهو عباره عن فيتريسيس رقم 14، يعني هو المسبب الخامس لهذا المرض خاصه النيو بوز حديث الاولاد، وبيسموها باربو فيروس بي 19 اللي بيسبب الانسان. باربو فيروس بي 19 بسبب هذا المرض لحديث الولادة. بولد الجنين بدل يكون لونه أصفر لونه أحمر تماما. طبعا
جوع. هذا بيصير أكثر شيء الناس اللي هم immunocompromised patient. immunocompromised patient الناس اللي عندهم نقص الدم. بس أنا برجع بقول هذا عبارة عن ديني فيروس single strand. عشان يتكاثر يحتاج إلى another virus. كم فرق؟ بس هي satellite virus. هذا الفيروس أكثر شيء بيحبه هو adenovirus. الفيروس اللي بيدخل يكون هذا موجود بأخذ الدنيا تبع الأدينوفيروس عشان يصير دبل ستراند عشان يتحد مع الدنيا تبع الهوست. وهو بيصير أكثر شيء نيوما عند حديث الولادة الأشخاص اللي عندهم نقص النمو. أهم مرض بيسببه عند حديث الولادة اللي هو هذا أريثما انفكشوس. هذا لازم نعرفه. فعندنا بارفوفيروس بي 19 بيسبب هذا المرض المعروف هيومن باثوجين. عند حديثي الولادة بيكون بيعمل عندهم كرونيك انيميا. ايش معنى انيميا؟ فقر الدم، كسر الدم الحمراء، بيعمل هيموليتيك ديس اوردرز يعني بكسر الدم الحمراء هيموليتيك ديس اوردرز هيموليتيكس، وبيعمل كرونيك انيميا. اوكي، بيعمل مرض اسمه بلاستيك كرايسيس. هذا نوع من انواع الانيميا. كيف بنتقل عن طريق الريسبيراتوري لوب؟ هو مثلا الشخص هذا مصاب هو اللي بيكون بكح بيطلع اعراضات فبكون محمل هذه الفيروس فبصير الشخص. الطريقه الاخرى هي البلاد ترانسفيوجن، هي البلاد ترانسفيوجن نقل الدم. وبنتقل من الام الى الجنين. بيسبب مرض اخر اسمه هيدروسفيتاليس. هيدروس في تالس هذا مرض قاتل في نفس الوقت في تنديم في دورة الزبير الأنيمية. هو الذي يكون عم باللون يعني جسمه كله أحمر إذا لم يعالج بيموت. تمام؟ هو باربوفيروس بي 19 بيسبب المرض الفعلي هو الإثم في شوزة. حديث الولادة بيسبب مرض اسمه هيدروس في تالس. لما ينتقل من الأم إلى الجنين. طبعا هذا الكلام لما تكون ام مصابه اول مره بحياتها، اول مره تصاب بهذا الفيروس. ليش؟ لانه بيطلع اي جي ام ما بيحمي الجنين. الفيروس بيترك الام بيروح مين؟ بيهاجم الام. بيهاجم الجنين، بيروح يهاجم الجنين، لانه الاي جي ام مش ما بيصابش ما بيحميش الجنين. لو كان ثاني مره كان حمامي لما بيطلع اي جي جي وبيحمي الجنين مرة. تمام؟ فهذا أول شيء بيسبب حديث الولادة بينتقل من الأم إلى الجنين فبيسبب مرض اسمه هيدروسفيتاليس. فهو الجنين جسمه كله أحمر سبير أنيما إذا ما عالجوه بسرعة وهو قاتل وهو رقم 5 مسبب للمرض اسمه أريثما انفكشوسا. والسترين اللي هو بيسبب هذا المرض اسمه بارفوفيروس بي 19. بمعنى آخر إنه البارفوفيروس بيسبب أنيميا، كرونيك أنيميا فعليا، لأنه بيدمر الدم الحمراء. تمام؟ هو عبارة عن سنجل ستراند عشان يتكاثر يحتاج إلى مساعدة أذر فيروس، عشان بسميها ساتلايت فيروس. هذا واحد. البارفوفيروس طبعا حجمه صغير، فيري سمول إن سايز، مقارنة بأذر دي بي. يعني 15 20 نانومتر 25 نانومتر حجمه. فيري سمول. نيجي للفيروس الآخر أدينوفيروس. أكثر الناس اللي حيحتكوا بالأدينوفيروس اللي حيتخصص في العيون. أدينوفيروس في different strands، في تقريبا نوع 100 نوع تقريبا أو أكثر مش أكثر. أوكي، حجمه صغير 70 إلى 90 نانومتر، non enveloped يعني naked يعني ما فيها envelope. فيروس اسمه أدينوفيروس هو عبارة عن دي إن إيه فيروس دبل ستراند. عدد الكبسومرز الموجودة على سطحه اللي هو نون انفلوبت. أوكي، معناها بيستخدم الكبسومرز بيمسك الخلية بده يهاجمها. عدد الكبسومرز الموجودة على سطح الكبسيد 250 كبسومرز. بتكاثر جوا الخلايا الريسبيرتوري سيستم، جاستروانتستينال تراكت، يورين بلادر، ليفر، از ويل از هتقول لي كيف تعمل
عادة الفيروس مكان تقاتله هو مكان سبب المرض صح؟ وكل فيروس له خلية معينة. لكن العين خلايا فيها غير الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي، غير الموجودة في الريسبيرتوري سيستم. عشان أنا بقول لكم الأدينوفيروس أنواع. نتكلم عن أدينوفيروس تايب 40 41 40 41 هذا بيهاجم جسد السيلفات. إذا بتتكلم عن أدينوفيروس رقم 7 مثلا بيهاجم الريسبيرتوري سيستم. هذا قصدي في تايبس انواع من الادينوفيروس بيهاجم الجهاز الهضمي، في انواع اخرى بيهاجم الجهاز الهضمي، وانواع اخرى بيهاجم العين. اكثر اصابات بالادينوفيروس هي العين، احمرار في العين خاصه بدايه الربيع. اعتقد هذا العيون تفرق متخصصه، اكثر الناس بيشوفوا في عندنا في الاردن منتشر في بدايه الربيع. وانا صبت في 3-4 مرات قبل ما يصير عليك حمرا مش طبيعي مع انتفاخ الدرسي معروف هي فترة هجومه في هاي البداية. أنا أجبت القطرات طبعاً الأدينوفيروس ما بيروح دي يوجوالي دو نوت سبريد بيوند ذا ريجنال ليمف نودز، ما بيروح المتخصص عند النودز اللي موجودة في الليمف سيستم، بيحاول يتفادى. بس بيهاجم الابيثيليال سيلز تبع الريسبيرتوري تراكت، الابيثيليال سيلز جاستروينتستينال تراكت، الابيثيليال سيلز تبع اليورينري بلادر او اليورينري تراكت، الليفر از ويل از ذا بيعمل كونجكتيفايتس. اوكي ادينوفيروس لا يشكل خطوره، عباره عن سيلف ليميتد. سيلف ليميتد يعني ما عاد يعني بيسبب المرض ولحاله بيروح بعد فتره زمنيه بتصبر عليه شوي بيروح لحاله. اوكي التريتمنت نو سبيسيفيك فور ادينوفيروس انفكشن. ليش؟ لانه السيلف ليميتد ما عاد بيسبب، يعني بدل الفتره الزمنيه اصابه مثلا التهاب العين كونجكتيفايتس اوكي باخذ قطرات عشان ما يزيدش الاحمرار يخفف شوي هيك بعد يومين ثلاثه اربعه بجوز اسبوع بيروح الحال يعني مش شيء. تمام؟ برجع بقول الادينوفيروس هي عباره عن نان امبرون فيروس حجمه 70-90 نانومتر، عدد الكابسولز الموجوده فيها على سطح الكابسل 250. دكتور مهم نعرف حجمه. اوكي شكل الكابسل تبعته ايكوزاهيدر. عارف شو معنى ايكوزاهيدر؟ سداسي. اوكي هاي المناطق اللي بتكاثر فيها. مش ادينوفيروس لحاله، ادينوفيروس تايب معين، يعني ادينوفيروس تايب 1 2 3 4 5 لغايه 100 في اكثر من 100 نوع. مثلا اللي بيهاجم الجهاز الهضمي فعليا هو 2041. اللي بيهاجم الجهاز التنفسي رقم 7 و14. عرفت كيف؟ هذا قصدي اللي قلنا انه ليش باماكن مختلفه؟ لانه حسب النوع. الادينوفيروس ما في انفلوب، عبارة عن ايكوزاهيدرا ثلاثي الشكل، فيها كبسولز عددهم 52، ما فيها انفلوب. نيجي للهربس فيروس، العائلة اسمها هربس فيريدي. هاي عائلة بتحتوي على مجموعة من الفيروسات اللي هم هربس سامبلكس تايب 1 تايب 2 بارسيلا زوستر فيروس، لاتينجالو فيروس، إبستن بار فيروس، هيربس فيروس 6 و 7. اوكي كل هدول تابعين لعائله واحدة اسمها هيربس فيروس. كلهم عباره عن دبل ستراندي، كلهم عباره عن الكابسولات ايكوزاهيدرا ثلاثي الشكل، كلهم انفلوبت. طيب وين الاختلاف؟ اذا كان كيف بدي اعرف انه هذا الفيروس اللي هو هذا سي ام في ولا هل هو هربس تايب 1 ولا تايب 2 ولا فيروس؟ اي وحده كيف بدي اعرف؟ طبيعه المرض. شو المرض اللي بسببه؟ هذا اللي حاول افتحه الان. نمسك هربس سامبلز تايب 1 وتايب 2. هربس. الهربس 1 معروف اللي بيطلع على الشفايف هون بنسميها بلاسترز اللي هي هذه. مش مرض بقول لك عندي هربس هون اللي بيطلع على الشفايف. خاصة الان في فترة الامتحانات نتيجة الضغوط النفسية ومش عارف ايه ومتضوء عليه ومش عارف ايش،
ما بتحس إلا هاي الشغلات طبعا. أول واحد تعرض أشعة الشمس بتعرض الهربس تبعك بتطلع زي حبيبات هربس. طبعا هذا مايند ديسيز اختفى. أنت تعتقد إنه اختفى ومات، لا هو بعد ما ماتش روح إلى الخلايا العصبية بكل ليتنت. شو معنى ليتنت؟ ليتنت بيدخل داخل الخلايا العصبية وما بيعملش شيء، ما بيتكاتل ولا بيعمل ولا أي شيء. موجود داخل الخلايا العصبية بيستنى شغلة واحدة بس تصير. نقص المناعة. صار نقص مناعة بتدخل بدم الخلايا العصبية، فبصير الشخص هذا مينينجايتس انسفلايتس. بصير ليثال ديسيز. خلي مايلد ديسيز مرض خفيف اللي هو جدي. إلى مرض قاتل نتيجة نقص المناعة. دكتور نقص مناعة مثلا واحد فوق الثاني نفس الأسباب كثيرة. أنا وأنت بنزعل فجأة، زعلت عصبت، هذه الثواني العصبية هاي بنزل منها هدول اللي بيعملوا أكثر شيء. العصبية الستريس بيلعب دور في نقص المناعة. أشياء كثيرة في ناس بس عندهم مباشرة نقص المناعة وبصير عندهم إصابة بهذا. تمام؟ تايب 2 اللي هو هذا رقم 2 رقم 2 هذا اللي قال انه موجود از نورمال فلورا بمعنى اخر في الرحم عند النساء، بعض النساء مش النساء، بعض مش كل قسم الحجن. السلام عليكم. المرأة الحامل لازم تراجع الطبيب الدكتور اللي تفحصها وتتأكد انه الجنين تمام، الامور تمام، السيت سكان وبعد الامور كلها، ولازم تتأكد ان الرحم لا يوجد فيها هربس سيرفستايك. هربس سيرفستايك طبعا بعض النساء موجود على شكل اكياس على جدار الرحم. اثناء الولاده بيصير انقباض وانبساط فبيصير تشدد وهذا فبيؤدي الى تفجير هاي الاكياس فبيطلع منها الهربس والبيبي قاعد بينزل بيطلع ويصاب بهذا الفيروس فبيؤدي الى تقطيع الجلدات اللي هو هذا. شوفوا شو بيصير الجلد هنا بيخرب كله بتقطع بسبب هالتايب 2. شايفين هما نفس الشكل لكن وين الاختلاف؟ من تايب 1 بيعمل بلستر ديسيز اللي هو هذا اللي هو فيل بلستر اللولي اللي هو الجلد هنا على الشفه. اما تايب 2 بيصير النيو بورن اثناء الولاده الموجود في رحم المرأة بينزل هو نازل جنين فبيمر على الرحم بيلاقي هذه الكيس تفجرت وطلع الهربس تايب 2 فيبدأ الإصابة بالجنين. معناها التايب 2 بيصير النيو بورن، تايب 1 بيصير كل الفئة الرحمية. احنا هون الإشكالية هون كيف النيو بورن بيصاب بالهربس تايب 1؟ إنه تكون الممرضة عندها هربس زي كذا تروح تمسك البيبي وتبوسه أو الأم هي عندها الهربس في الهون تقبل الجنين. هو المتعدين للمعدن. عرفتوا كيف؟ تايب 1 فعليا هو جلدي بيصيب كل الفئات العمريه. تايب 2 بيصيب البيبي اثناء الولاده. البيبي ممكن يصاب بالتايب 1 في حاله واحده اذا كان احتك بشخص او قبله الشخص اللي مصاب بالهربس تايب 1 فبيعديه. هذا اللي بيصير خاصه بعض الممرضات يكون عندها هربس اعجب البيبي قبله فبيعديه فيصاب بالتايب 1. سو فعليا يعني بيصاب التايب 2 نتيجة نتيجة هم موجود عندنا في الرحم هربس سيرفيس تايب 2. تمام؟ طبعا هربس هذا زي ما قلت لكم عبارة عن ديني فايروس دبل ستراند اللي الصفات اللي ذكرناها هون كلهم عبارة عن دبل ستراند ديني ايكوزا هيدرا تابسيت امبلوت وفيها سبايكس اللي قاعد تمسك خلي وين الاختلاف بينهم هذول كلهم؟ المرض اللي بيصاب أنا تكلمت عن تايب 1 والتايب 2. إذا تايب 1 بيعمل فيفر بلاستر لكل الفئات العمرية لو بدأ هون. التايب 2 بيسبب جينيتال هيربس. أوكي؟ وبيسبب الجنين أثناء الولادة. بيسبب عند بعض الناس. إمتى بيصاب الجنين تايب 1؟ إذا احتك بشخص مصاب بفيفر بلاستر تايب 1. نتيجة تقبيل أو هذا الموردة قبل البيبي هذا الهيربس أو لمسة بس لمس هتعدي
تمام؟ واضح هذه؟ دكتور نعم. تايب 1 مش موجود. مش هذا يقول التايب 1 هو مش جديد التايب 2 جديد التايب 2 خلينا نعطيك تايب 1 بيصير الجلد هون. هذا الشخص اللي عنده كوليسترول زي ممرض عليه شوف في المستشفى في المركز الولادة هي بتحمل البيبي، هي حامل البيبي، قبلت البيبي، وعادة أصلا البيبي بيصاب بالتايب 2 ليش؟ لأثناء الولادة المفروض، لكن المرات بيصاب بالتايب 1 نتيجة احتكاك والشخص بيصاب بالتايب 1 تمام؟ نيجي للبارسيلا زوستر فيروس، هذا كمان عبارة عن ديني فيروس تبع الهيربس بريد، عبارة عن ديني فيروس دبل ستراند أيكوزا هيدرا وإمبرا نفس الشكل زي الهيربس، بس وين الاختلاف؟ المرض اللي بيصير. إذا تلاحظوا هون هذا عبارة عن تو فيروسز، فارسيلا فيروس وزوستر فيروس. شو معنى؟ فارسيلا فيروس هذا بيسبب تشيكن بوكس جدري، بيصير الأطفال عمره 5 سنين. شخص عمره 5 سنين بيصير بيه تشيكن بوكس، فالسبب هو فارسيلا فيروس. بصير جسمه كله حب، اختفى. يعتقد الشخص انه طار، لا، هذا الفيروس اختفى معناه انه هذا الفيروس راح داخل جوا الخلايا صار بيكام ليتنت. تخبى داخل الخلايا وما بيعملش شيء. هذا الشخص كبر اللي وصل له تشيكن بوكس. لسبب ما صار عنده نقص مناعة، بدا الفيروس الثاني اللي هو الزوستر. هذا اللي بيعمل شنجلز او الحزام النائي. هذا صارت مع اخوه انه عصب مع مديره بسبب ما عصب وصار عنده ستريس، صار عنده نقص مناعه، الدور اللي طلع من الشنجلز هيك ابدا. عارف الحزام النائي بيطلع هون في اي منطقه؟ هو طلع من هون في اي منطقه؟ ابدا جسمه تبعه زي التشوهات. انا راح الحمد لله لانه مناعته رجعت قويت فاختفت. شايفين يعني شغله صغيره بس تؤدي الى نقص المناعه دغري بيطلع هذا الزوستر. فهذا بيصير اكثر شيء الكبار. ما حدا بيصير بالحزام الناري اذا كان لم يصب سابقا بالفيروسيلا فيروس. فاهم شو بحكي هون؟ يعني ما بيصير الحزام الناري الا اذا يكون هذا الشخص فعليا هو كان عمره 5 سنين او 6 سنين اصيب اوريدي بالتشيكن بوكس. نحن بنسميها فيروسيلا اللي هي سبب التشيكن بوكس. الزوستر بيسبب الشنجلز اللي هي الحزام الناري. هذا الثاني ما بيصير الا يكون شخص اوريدي اصيب بالتشيكن بوكس لما كان عمره 5 سنين. التشيكن بوكس زي الجدري عباره عن حبيبات زي الحصبه ده على كل جسمه. بعدين بيختفى. ما شغاله اموره تمام، كبر اموره تمام. اذا لسبب ما صار عنده نقص مناعه باي سبب كان هذا الفيروس الثاني اللي هو الزوستر. فبما انه حزام الناري. شايفين هذا هو التشيكن بوكس حبيبات كل جسم حتى على اللسان داخل الفم كل جسم حبيبات هاي بسميها تشيكن بوكس سببها فيروسيلا. نعم. لازم نوصل التشيكن بوكس قبل ما تصير حزام ناري ولا بتيجي؟ لا ما بيصير هذا بيتابعوا مع بعض. يعني ما بيصير. كلنا مع بعض. إذا ما انصاب التشيكن بوكس مستحيل ينصاب الحزام الناري. مستحيل. تمام؟ وعلى هذا فكرة الفيروس الآخر هو السيتوميغالو فيروس. السين في خطورته هو رقم 2 بسبب نساء الحوامل. وإذا حملت وصير السيتوميغالو فيروس أول مرة في حياتها لازم تعمل ترمينيشن للحمل. السبب لأن الجنين حيولد يعني طبيعي وبعد سنة سنتين فجأة يصير عنده بلايندنس ديفنس منتر ترمينيشن. وهذه الحالة اللي صارت قدام في سيدة جت من سوريا جت هنا جايبة ابنها أول شيء راح تراجع الطبيب أكثر من طبيب اللي صاير إنه ابنها كان شاطر وذكي فجأة الولد صار يقعد بزاوية ولما تناديه ما بيسمع ما بيردش فكرت إنه عم يروح أو إنه في إشي غلط وردته الأطباء فوجدوا إنه عنده بلايندنس وعنده بداية الديفنس بداية المنتر ترميشن. الولد الذكي هذا صار بطل قدراته العقلية بدأت تخف. فالسؤال
السؤال الأول كان إنه هل أنت أصبت بفيروس لما كنت حامل؟ فطلع جواب نعم. هي أصيبت بالسرطان بس لما كانت حامل. فاللي بظهر في هذه البداية كان أول مرة اللي بظهر هو مين؟ IgM. IgM حماها هي بس ما حامل جنين. فترك الفيروس ترك الأم وراح لوين؟ هاجم الغدة الملقحة اللي الخلية الأولى ستيم سيل الأولى اللي هيشكل منها الجنين. وبدأ يتكاثر مع الخلايا وصارت كل الخلايا الجسم هذا طبعا تفكرت كلهم صارت ايش؟ هذا الفيروس. فولد طبيعي قتلت وخذت الخصب الخزر ذكرت طبعا قالت لي انه في لما صار عمره سنه او سنتين صار عنده حراره عاليه جدا وحطوه في ثلج لو الجو ايش برا حامل حطوه في ثلج عشان ينزل حرارته. شوف انا بقول لك شوي أنا عادة كيف أعرف الشخص أنه عنده فيروس إنفكشن؟ إنه تعطيه خافض حرارة بيزبطش معه، بيطلع حرارته بارتفاع قوية جدا. خافض الحرارة ما بينفع مع الفيروسات. بينفع مع البكتيريا نعم، لكن مع الفيروسات لا. فإحنا بالإضافة لخافض الحرارة لازم نعمل كم مادة ماي بارد. وإذا اضطرينا نحطه في الثلج، لأن يعني الحرارة مرتفعة وما نزلت حرارة الدم جات بضرب الدماغ. المهم هذا الطفل فالأطباء بدوا كل واحد يعني يعطي حل. واحد من الأطباء أعطى حل إنه يعطي كيموثيرابي. أنا رفض الكلام. كيموثيرابي معناته تضعف المناعة، معناته تقوي مناعته. صح؟ ما إيش أضعف مناعته؟ كيموثيرابي هو بضعف المناعة. كيموثيرابي هو كان فكرته كيموثيرابي إنه على أساس يردع الخلايا المصابة، طيب خلايته الخلايا كلها مصابة أصلاً. فأنا لازم أعطيك شيء قوي مناعته. فعلاً أعطوه أشياء تقوي منها أعطوه أشياء متقوي منها أعطوه بس رغم ذلك هو مصاب لاش تعمل أشياء أوكي؟ فقوينا مناعته يعني هاي شوية الأمور مشت شوية بس إنه في النهاية هو مصاب يوتر كل شيء لأنه ملوش علاج صعب العلاج خلاص مصاب عشان هيك العلماء أو الأطباء أكثر الأطباء إنه أي امرأة تصاب بالسرطان الجلوكوز أول مرة في حياتها لو هي حامل لازم تتخلص من جنينها لأن الطفل هذا حيولد من شوكة حيصير عنده ديفنس بلايندنس وهذه بيطرة تربيشة بعدين دث شوكة دث. أنا بعرف كثير من الأطفال اللي وصلوا 5 سنين 6 سنين وماتوا وكملوش يعني مو فجأة ليش؟ لأن كل الخلايا مصابة ونبغى تبع هذا الفيروس يعني تشكل من الأساس من النواة وكل خلية بتتشكل عشان كل أعضاء وكلها مصابة هذا الفيروس وبالفعش فهذا الواحد من الفيروسات الخطيرة جدا. الشيء الآخر عارفين جماعة المرضى الديز في النهاية بيموتوا في جسم الفيروس بالنوم في بعض الدراسات يقال إنه السيتونجر فيروس اللي هو هذا الفيروس يتشارك أو يتفاعل مع الإتش أي في القضاء على الشخص في النهاية وفاته هو النمونيا سبب هذا الفيروس هو سبب هذا الفيروس يؤدي الوفاة هذا الشخص معناه في تفاعل بينه الاثنين هذه بعض الكتب الآن حذرت من هذا الحكي. المشكلة الأخرى اللي بنواجهها مع السرطان الفيروس إنه بيصيب الناس اللي بيصير عندهم organ transplantation عشان من organ transplantation الكدني أو الليفر من ركب الشخص لآخر تبرع بالأعضاء إحنا إذا الشخص هذا ما عندنا ريكورس له إنه كان مصاب بالسي إم في بناخذ العضو تبعه ونعطيه للشخص الثاني فجأة بلاقي عنده سي إم في فبيموت ليش؟ لأنه عندنا من نجي نعمل نقل أعضاء organ transplantation إحنا بنعمل بنقص مناعته ليش بنقص مناعة الشخص هذا اللي هو recipient عشان ما يعمل rejection للعضو اللي أخذه مش معنى rejection إنه المناعة اللي عنده في جسمه ما يهاجم الجسم الغريب اللي أجى جديد من شخص آخر ما يصير rejection إحنا بنقص مناعته حتى يصير حتى يتأقلم مع هذا الشيء الجديد أوكي؟ كون هذا العضو اللي جبناه اياها فيها فيروس ما فيش مناعه بيطلع فكثير من الناس بيموتوا بالسيتونجر فيروس نتيجه اورجان ترانسبلانتيشن نتيجه نقل الاعضاء كثير منهم بيموتوا بالسيتونجر بس هو رقم 2 اللي بيصير النساء الحوامل بعد الربيلا هو خطر فذلك احنا بنعتبر الربيلا والسيتونجر فيروس اللي هو هذا اثنين هذول لما يصير حمل اول مره
تصافي المرحلة لازم تخلص من الجنة. لأن حيولة بشرة. ممكن ميت حتى. مرض موت في الرحم نفسه. أو دول الطبيعة بعدين يصير من الأعراض الأمراض اللي حكيت معها. تمام؟ فواحد من الأعراض زي ما تشوفين conjugal defect أو defness interpretation وفعلا زي أعراض الهيباتيتس يعني الجونديس اللي يحس في الأعراض الأعراض أوكي؟ أكثر الأماكن اللي بتكاثر فيها هذا السيروفي هي البيتيال سيزر سيروتر تراكت سلايفري جلانس كيدنيز وبيستقر كمان في الليمفوسايتس السيستم بدخل جوا الليمفوسايت بتكاثر ببطء لأن أنا latent stage غير persistent stage latent معناه إنه موجود داخل الخلية وما يتكاثر بستنى يصير نقص مناعة خلي الخلية تشتغل عادي وبستنى ممكن يقعد 20-30 سنة صار يسمى نقص مناعة بضعف هاي بسميها latent persistent بتكاثر جوا الخلية بس ببطء بدخل جوا الخلية وبتكاثر بس براحة من خان جوا خلية يعني جهاز مناعة ما بحس ما تحس إنه خلية عادية لون ما في مشكلة بس تكتشفوش عادي واحدة من المشاكل هي من واجبنا هذا اللي موجود تمام خلاص شايفين الطفل اللي بولد من أم عندها السي إم في كيف شكله غير طبيعي رأس دماغ غير طبيعي شكل الوجه غير طبيعي هذا الجنين ولد من قوم صار بالسلبي صار لأول مرة هذا الطفل مش حيكمل يعني في النهاية بعد 4-5 سنوات يعني ولد طبيعي لكنه بعد 4-5 سنوات بصير عنده زي ما تقول ديفنس ريتارديشن بلايندنس في النهاية الشق عن بس الوفاة ما بيطول دكتور ما بعمل فحص للمرأة والحامل عشان هيك أنا بقول لك لا ما هو كان أول مرة الأم مثل هذا الوقت مثلاً صارت حامل بسبب السبب الفيروس اللي حيطلع هو الـ IgM IgM بيحمي الأم بس بيحميش الجنين كان not cross present يعني ما تقدر تعرف إن هي مع الفيروس حتى لو عرفت حتى لو الطبيب عرف في هاي الحالة بقول واحد من يبت تخلص من الجنين وبعض الناس بقول لك حرام لأن صار عمره 6 شهور أو 10 مثلاً بقول لك حرام أوكي حرام ما حيولد ولد هاي كل شيء في النهاية حيموت فهي إحنا عادة كأطباء رول نعمل ترمينيشن للحمل في حالتين إذا الأم أو الأخت هذه مصيبة بالسايدوم بالفيروس أو الربيلا أول مرة ثاني مرة كان الأجهزة بيحمي أجهزة كان كوسمون بيحمي الأم والجنين لكن أول مرة مصيبة بيعمل تشوهات وممكن يموت الجنين. في كلا الحالتين الربيلا والسايدوم بالفيروس حيولد الجنين مشوه. زي ما شفت في الصورة. حيعمل بيكون عائل على العائلة وفي النهاية حيموت مش حيطول لأنه كل خلايا مصابة بالسايدوم ما فيش حماية ما فيش مناعة. طيب لو انصابت فيه أول مرة بس خلال الحمل ايش كيف؟ انصابت فيه أول مرة بس خلال هو حيولد بس حيولد يكون عنده مصاب يكون مصاب نعم حينتشر جسمه لأنه أول مرة قلت لك الفيروس ذكي إذا كان أول مرة بترك الأم بروح للجنين هو عارف إنه فيش حماية للجنين عرفت كيف؟ ما فيش مناعة لأنه أجي أكبر كان أدخل برزع شيء من الجنين كان بروح في هاجم الجنين يدمر ومرات حتى بيعمل أبورشن بموت الجنين في الرحم بصير تعفن لازم نعمل عملية. دكتور إيش سبب هذا الفيروس؟ سبب الإصابة؟ كتير موجود. الآن عندنا في الأردن في دراسة واحد جاب دعم تكنولوجيا هو حاطط أرقام خيالية شوي. كنا بجوز حاملين السين في الأردن. السايتوم كان فيروس عبارة عن فيروس موجود في الطبيعة. جماعة الهربس فيريدي من بينهم هذا الفيروسات موجودين في جسمنا أز ليتن يعني موجود داخل الخلايا ما بيعملش شيء ما دام مناعتك شغاله وامورك تمام بيقدرش يعمل شيء هو بس بيستنى شغله واحده نقص المناعه فبيضعف بيعمل مشاكل هذه مشكلته ما
مش الاشخاص اللي هم الكاريرز اللي هم حاملين هذا الفيروس، اذا تبرع بالاعضاء اللي عنده حيقضي على الشخص اللي اخذ هذا العضو. ليش؟ لان العضو هذا ملوث بالسم، وهذاك الشخص اللي بنعطي اصلا هذه القصه اللي بنعطي عشان ما يصيرش ريجكشن للعضو اللي اخذ هذا اللي بيصير. ما في فحوصات مكشوفة عنه قبل ما تعرف؟ فيها كتير فحوصات. عشان تقول لما نكتشفه عند المرة أول مرة صار في أول مرة بالمرة خلص من الحمل هذا لأن الجين حيصير فيه كذا كذا. إذا كان ثاني مرة ما عنديش مشكلة لأن الـ IgG بيحميه وبيحميه، بس بيكون كارير الجين حيكون كذا. نعم. في السؤال؟ حالة اثنين؟ كيف يعرف إنه كارير؟ يعني كيف عادة أنت في البولة تلك زي أنت بعدها تسأل وعند المكونات تلك بدأ سبيل من السيروسز وميرون كانسر من المدينة تشمع الكبد بعمل في سرطان الكبد، هذا معروف وعند المطور فعقيني بل أنا عندي نبات أتسوي بس ما عندي لا سيروسز ولا ليفر كانسر وعندي من زمان وفي زمين دكتور قلنا بعرف عندي نبات أتسوي هذا ولد من قوم عنده نبات أتسوي كان عنده نبات أتسوي وصار في سرطان الانفكشن فهو عنده آي جي جي من القوم عنده الفيروس فهو كارير. مسؤوليه يعني اي حدا تحكي انه بيكون ليت الشيء ليه انت هذا الشخص اللي بيتبرع بدم حياه الشخص اللي في فحص معين انه نعرف انه هذا عنده دوره اي جي جي عنده اي جي جي عالي شغال لانه هذا مصاب بهذا الفيروس ومعناه هذا مهم على التبرع ولا انه حتى لما يتزوج تكون مشكله في حياه زوجته ودم عدا زوجته يعني ايه أو بنته هينطق. هلا هي بس بالإصابة الأولى بتصير البنت الفاونديشن كل السيمتومز. هلا إذا بالحمل الثاني إنها هلا المفروض يكون عندها أي جي جي صح؟ يعني ما بيصير. بصير كارير. بتكون 10 أعراض. مرض طبيعي ولا مرض طبيعي. بس بيكون كارير. بس بيكون كارير. عشان إحنا في البنك الدم أي دم بيجينا لازم نفحصه. لأنه ممكن يطلع لنا واحد منهم حامل هذا كارير. نحن طبيعتنا كبشر مش متعلمين يعتقد انه عدم وجود السيمتومز انه ما عندوش شيء ما في اعراض الاصابه يعتقد انه فيش عنده شيء فبقول عنك تبدا لا انا ما عنديش شيء نحن بنرجع للباقي المختبر بنلاقي انه الاي جي جي عنده بس سي بي عالي يعني انت حامل انت كنت مصاب ما بينفعش عرفت كيف؟ هذا اللي بيصير في عندنا كمان نوع آخر اسمه Human Herpes Virus Number 6 هذا بسبب مرض اسمه Resiona Infantis بسبب الأطفال بسبب هذا المرض بيهاجم الـ T Lymphotropic Virus هو عبارة عن T Lymphotropic Virus هذا رقم 6 لو بيهاجم الفيروس T Lymphocytes وبيسبب مرض اسمه Resiona Infantis وفي عندنا Human Herpes Virus رقم 7 كمان بيهاجم الـ T Cells بس انه مش مؤكد ايش المرض اللي بيسبب ما دام بيهاجم الـ T cells بيعمل معناها بيعمل كيف سرطان يعني الليمفوسايت نوع من العلاقة ضد الأطفال يجي الفيروس الآخر هو إبستن بار فيروس إبستن بار فيروس هذا بيهاجم الـ B cells وبيسبب مرض اسمه انفكشوس انفكشوس بنكريوسيس انفكشوس بنكريوسيس هذا المرض وهو فعليا بيهاجم الـ B lymphocytes هو عبارة عن زي الهربس زي ساتم جال فيروس زي الهيومن فيروس فيروس 6 و 7 من حيث الشكل والحجم عبارة عن دبل ستراندد ايكوزا هيدرون انفلوبت نفس الشكل بس وين الاختلاف؟ شو الخلايا اللي بيهاجمها؟ شو المرض اللي بيسببها؟ اوكي؟ فهذا بيسبب مرض الفكشن من البلوزا ما دام بيهاجم بين الليمفوسايتس بيعمل سرطان الدم بيعمل وهذا النزف فرجي كارسينوما النيفوم هذول المحصلات بسبب هذا الفيروس لأنه بيدمر البيسنس إبستن بار فيروس بيهاجم خط الدفاع رقم 3 بجسمك البيسنس البيسنس اللي هو بيصنع الهيموجلوبينز الاي جي جي والاي جي ام اذا دمر البيسنس معناته ما عندك اي جي جي ولا اي جي ام فبصير مشكله فبيعمل سرطان اللي هي هذا النزف فرجي كارسينوما خاصة الجماعة اللي يملكوا مع سبيشن هذا المرسل إذا واحد منعته الشرخان ما راح يعمل ولا شيء بيقدرش يعمل شيء كم ليت ما يدخل ليت بندخل جوا البيسلز
وما بتكاثر، بتستنى لغايه ما يصير نص مناعه وبتكاثر. تمام؟ طيب بس الفيروس الاخر اللي هو هربس فيروس رقم 8، هذا بسبب مرض اسمه كافوسي ساركوما. كافوسي ساركوما عباره عن سرطان الجلد، خاصه المرضى اللي هم مرضى الايدز. من اعراض اللي صار مرض الايدز ظهور سرطان الجلد اللي هو كافوسي ساركوما، سببها هيمن هيربس فيروس تايب. كلهم نفس الشكل، كلهم عبارة عن دي ان ايه، كلهم دبل ستراند، كلهم ايكوساهيدرال، كلهم انفلوبت. الاختلاف طبيعة المرض ونوع الخلايا اللي بيعجبها كل واحد، هذا الاختلاف. هذا اللي بيفرجيك الافيكشن كيف شكله، بسبب الجلد زي هون هاي المنطقة هاي. اوكي، هذا عبارة عن سرطان الجلد. الشغلة بدي أوضحها أكثر شيء بالنسبة للجماعة اللي مديني فيروسز اللي متابعين هربس فريدي، إنه كلهم إذا مناعتك شغالة بيكونوا ليتر لما يدخل جسم الخلايا. شو معنى ليتر؟ كلهم لما يدخل، لما يلاقي مناعتك شغالة كويسة بدخل جوا الخلايا المكان اللي بيهاجمها وما بتكاثر. أنت بيعمل مشكلة فقط للناس اللي بسبب نقص المناعة أو لسبب ما مناعتهم ضعفت. هنا بسبب الأكتيفيشن بدل بسبب هي الأمراض اللي دخلت. مناعتك شغالة بيعملش ولا إشي. تمام؟ الهربس بيطلع لأنه لسبب معين. كنا بصير عندنا ديبريشن خاصة فترة الامتحان. أنا خلصت من الشهر بس أنتوا تقولوا. أنا بس بحط الأسئلة. أوكي؟ الجواب. فتا في الامتحان هتكون عندك بشر مع الإضاءة مع أشعة الشمس والضغوطات، فبتحس إنه الهربس بده يطلع. هذا أكثر شيء في هاي الفترة بيطلع كثير فعلا. بيطلع الهربس فعلا. ليش؟ لأنه صار نقص منها. دكتور عشان هيك سهل علينا الامتحان عشان ما يطلع لي. لا يا بنت، مش عليك بالأسئلة. تمام؟ فريلاكس وتوس عم بتخلي اخر لحظه وبعدين تيجي تقول لي يعني بس مش عارف ايش. انا ما بجيبش اسئله خارج المحاضره صراحه. اللي درس بيجاوب، ما درستش مش هجاوب. دخلت في الامتحان بس انا جبت اسئله الامتحان عشان اوضح. طيب جماعه الهيبس فايروسز قسم منهم كبير بيرتبط بنقص المناعه اللي بيسبب السرطانات. اوكي، قسم زي الكابوسي ساركوما، لينفوما، إبسن بارز بسبب باكس لينفوما. اوكي، على اساس انه يعني قسم منهم بسبب السرطان. شباب عندنا قسم في الطب او في المستشفى، ما قسم اسمه اونكولوجي. اونكولوجي هذول الجماعه بدرسوا الفيروسات المسببه للسرطانات. الفيروسات المسببه للسرطانات فيها جين اسمه اونك جين، هون اجى اسم اونكولوجي. بدرسوا السرطان اسبابه كثير، قد تكون وراثي، قد تكون سبب تعرضه للاكس راي يو في لاي، او تعرضه لمواد مسرطنه، تعرضه او جماعه اللي كانوا يشتغلوا في الفوسفات، هذول من اجل الفوسفات ما هم هذه ماده مشعه، فبتعرض في النهايه بسبب السرطان. اوكي؟ فكمان وحده من مسببات السرطان هو الفيروسات. من بينهم الهربس فيروسز. ليش؟ اي فيروس بسبب سرطان فيها شيء اسمه اونك جين. ايا كان. فهذول فيها اونك جين، فيروس السرطان معناها قسم منها فيها في شيء اسمه اونك جين، جين مسبب للسرطان. واضحة؟ البوكس فيروس هذا تحدثنا عنه، قلت لكم هو اكبر من الدي اي فيروس حجما. تقريبا 400 نانو متر. الغريب فيه هو الوحيد الكابسل فيه عين الكومبلكس، ما فيش غيره. اوكي؟ واثنين انه هذا بتكاثر في السيتوبلازم مش في النكلياس زي بقية الدي اي فيروسز. ليش؟ لانه مش بحاجة للدي اي فيروس، حجمه كبير. طبعا البوكس فيروس هذا بسبب مرض اسمه جدري، زي سمول بوكس. اوكي؟
الانكيبيشن بيريود تبعته 10 14 يوم. خلال 1 to 5 days بيعمل فيفر ماليز، وبعدين بدأ حبيبات اسمها كسانثامس، هو عبارة عن جدل زي الجدل. بيعمل ماكروز باكوز فيزيكلز فاينل باسكوز، كل انواع حبيبات اشكال واحجام، هاي المسميات تبعتها. وبعدها باسبوعين كراس ذا فورس اوف افتر 2 ويكس ليفينج بينك سكارز. بينك سكارز معناها انه مكان اضافه الحبيبات تختفي بدل على شكل سكار، يعني سكار يعني زي يعني مبين مكان، زي اللي يعني عنده جرح عميق ببين مكان الجرح، يعني هاي مكان اللي صار بدل على شكل سكار. اوكي، هو بيختلف عن الشيكن بوكس، فهذا عبارة عن سمول بوكس جدًا. الجماعة كثير بيخافوا منه الظهر، إله فاكسين طبعًا، الناس بتخاف منه لأنه قاتل خاصة الأطفال. شايفين؟ زي كأنه عنده جرد، زي كان هو المرض هذا بتاع الجديد اللي يعني مانكي. جدر المانكي بلوكس فايروس هو موجود الان ضعف في الفلبين، شكله زي هذا، حبيبات حجمها كبير وضع على كل الجسم وعلى الوجه وكل مكان، هي عبارة عن شكل بوكس، مش شكل بوكس عفوا، هي عبارة عن سمول بوكس. فيروس آخر اسمه أورف فيروس إنفكشن. لغاية الآن قاعد بتكلم عن الديني فيروسز، كلهم عبارة عن ديني فيروسز. هذا تابع جزء من سبيشي اسمه باراپوكسي فيروسز. أوكي؟ بيصير أكثر شيء المناطق الجلدية، بيعمل كونتجوس باستيرويد ديرماتايتس، يعني أمراض جلدية بعمل. وبيعمل سور ماوث، يعني التهاب الحجرة. بنتقل الأورف is transmitted by human by diet contact، شخص مصاب قاعدين إذا لمسته قاعدين، أو خاصة وقت أنا فكرت الأنمس كمان بيصير الحيوانات قريبة من إنسان حيوان حيوان الإنسان بيصير كل مع بعض، خاصة الناس اللي بيربوا الخرفان بيمسك الخرفان مصاب، أو القطط مثلا بتطلع برا بترجع لأنه عندها على سطح الجلد موجودة بالأورف بتعدي فبتصير المرض. أوكي، في كندا بيسموها finger and hand، يعني mouth بيسموها mouth hand foot neck mouth disease، يعني بيصيب الجنوب بيصيب اليد والفم والفوت أو القدم، تيجي تكمل بالحيوانات المصابة، يعني مصابة حيوان الناس بتعامل الحيوانات. وهذا منتشر في كندا كثير، بيعمل في جسم الإنسان شو بيصير؟ بيصير عنده ليجنز حبيبات، لارج نودلز، هيلين سيفرال نودلز، اختفاء هذا البعض بيختفي لوحده بعد عدة أسابيع مش مباشرة، هذا بيعتمد على مناعة الشخص، هاي بيسموه أورف فيروس إنفكشن. شايفين هذا الحيوان مصاب والشخص بيلمسها فبيصير هذا الشكل، حيوان مصاب، لمس الحيوان هذا يؤدي إلى ظهور في مكان الإنسان، لمس في الجلد. تمام؟ عشان توضيح الصورة. أنت لسا تشوف أشياء غريبة أكثر من اللي تشوف. هذا مش حاجة. طيب، مرض آخر أو فيروس آخر اسمه فيروس كم كونتاجيوزا. أوكي؟ بنتقل عن طريق الدايركت لاندايركت كونتاكت. اوكي، منتشر في سويمنج بولز، يعني شخص مصاب بيدخل مسبح بيعدي كل اللي موجود. اوكي، الاشخاص اللي بيستخدموا نفس المنشفه مثلا، شخص مصاب بهذا الفيروس استخدم هذه المنشفه بيجي اخوه او شخص ثاني بيستخدم نفس المنشفه معرض للاصابه. اوكي، طبعا هذا بيعمل زي وارد لايك تيوبرز،
احنا في فيروس اخر اسمه بابيلوما فيروس. بابيلوما فيروس بيعمل سيرفيكال كانسر عند النساء، سرطان الرحم معروف. في نفس الوقت بيعمل شيء اسمه وايت سوارس، يعني زي الحرائش في قطاع الجلد. في واحد من الطلاب عمل برزنتيشن عن بابيلوما فيروس، جابت صوره اول مره بشوفها، مرأة زي السائل، جسم رأس الإنسان ولكن جسمها كلها حراشف، يعني أصيبت بهذا الفيروس اللي هو هذا بالضبط موريس البروتوكوليزا أو بابيلوما فيروس بيعمل وورس وورس، إنه على الجلد بيطلع زي الحراشف بيطلع. عارف الحشرة تبع السنة؟ أبدا زي هذا، نفس الشيء بيعمل حراشف على الجلد اللي هو هذا وارت لايك تيومرز، سرطان شبه حراشف. طبعا الليجز الحبيبات عباره عن سمول بينك، حجمها صغير بينك لونها احمر، وورد لايك تيومرز يعني حراشف شبيهه بالسرطان على الوجه والارمز والباك اند بوتوكس ريدي فروم ذا بامز اند سورس فور ميوس الاماكن اللي بتعرف فيها. هاي الاعراض اللي ظهرت عند الشخص مصاب بالنسبه للتندوز وبعد اذا احتاج اي شخص بيعرفه، اذا لمسه بعد أكثر الناس عرضة للإصابة، لذلك هذا الشخص اللي ينزل يسبح ينزل المي يستخدم نفس الأشياء اللي يستخدم نفس الميكيا، لا يستخدم نفس الأشياء اللي يستعملها ونفس الملابس نفس الشيء قاعدين. إذا بينزل بيسبح في المسبح إذا شخص ثاني نزل حيادي نفس المرض. يقال إنه هذا المرض كمان بيذكر it is seen as sexual transmitted in some parts with AIDS، يعني بتغطي sexual contact وإنه وجد عند بعض مرضى AIDS. طبعا مدى الاسم عنده نقص مناعة فكل شيء عنده اصلا وطبيعي تمام. اي شكل حبيبات اللي تظهر الليجز عند الناس اللي هم عندهم مرسي وتبدا تنزل بعض.